اخبار تانية اخبار على تاني الفيسبوك. الاكثر تداولا على مواقع التواصل، صوره محافظ اسكندريه دكتور هاني المسيري اللي انتشرت لما كان لابس جوانتي وبيفتح بيحط حجر الاساس لمشروع جديد، واحنا شايفينه اهو في الصوره. ليه لابس جوانتي؟ وطبعا اشتغلت بقى التعليقات والسخريه، ده خايف انه يتبهدل وخايف على نعومه ايديه، ده شكل متحضر وراقي جدا، بالعكس يعني دي ثقافه الرقي اللي بنتمنى انها تنتشر بين المصريين. بيني يعني وبينك انا مش فاهمه، هو ايه انتوا ايه موضوعكم مصريين مع هاني المسيري سياده المحافظ؟ يعني كل ما الراجل ده يعمل حاجه انا بحس ان انتوا بتتلككوا، يعني عمالين بتكبروا في الموضوع. خلينا نقول ان الراجل ده بيشتغل، ممكن يبقى عنده غلطات، واضح يعني في حاجه، في صور بتنزل الاسكندريه مش نظيفه، بس مش هو ده. لما نيجي يعمل حاجه صح بلاش تتلككوا ويبان بان واحنا نبان ان احنا متخلف. يعني يا ريت نعمل زيه. ايه جوانتي؟ ما احنا في المطبخ بنقول عايزين نلبس حاجه، ده كل الناس. انا عايز اقول له حضراتكم حاجه، ايام ما كنا انا والشيف شربيني في رمضان، كم من الناس والستات اللي يا مفيده البسي جوانتي يا مفيده، خلي الشيف شربيني يلبس جوانتي يا مفيده. في ناس حابين الموضوع ده، ولكن صحيح. وده الصح عايز اقوله لحضراتكم، ولكن كان رد دايما الشيف شربيني ان هو رجل بسيط بيحب يطبخ بايديه، ودي وجهه نظر، لكن الصح ان انا البس جوانتي، الصح بيقول كده. صحيح، ده يعني صح، ما حدش يقدر يعيب عليه. يتكلم فيه.